اللي في راسك، بس انا مش هدك ما تكون غلطان. خلاص اجلس ابغاك، خليك والله اجلس ابغاك. انا ادري جلسه اي اجلس، ما اقدر اجلس. خله 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 ابغاك ابغاك اجلس. ها اما انت كذا حلو ناصر ايش بك يا بتكلم وش الشباب بخصوص اللي طلع في المعلمك حاجه. حلو شوف، هم جابوا جزء من المقطع، ما هي من المهنيه ولا هي من الاخلاق ولا من الادب زين ولا من الاحترام انك تجتزئ محادثة من مقطع. جيب المقطع البداية، كلامك سليم، تجتزئ الحدث الأكبر. لا وغير كذا أصلا سالفة كلها مزح ومقلب. إيه أنا تو أقول له مزح ومقلب، واضحة واضحة ياسين، وأصلا واضحة زين. أنا اللي مدام إحنا الحمار يعرفها، الحمار هو يعرفها، بس مدام إحنا كلنا نضيف على بعض نقدح. صح صح إيه، بس حاجة واحدة قال، بس الحركة اللي بسويها اليوم يعني ايش؟ ضيسوا الناس كلهم عليك وعلى انت تدور تدور مشاكل. انا حارثي يعرفوننا قبل ما يعرفون، اكيد ما يبغى لا يعرفون من انا قبل كل شيء. بس تبي الصدق؟ اما سالفه تعلم، سالفه تعلم الجمهور والجمهور شوفوا محمد كذا، تبي الصدق؟ وناصر وقلب ناصر محمد على بعض زي ايش؟ تبي ايش؟ تبي الصدق؟ زي ايش؟ السلام عليكم بس نقطه، تبي الصدق؟ نقطه بس والله انكم زعلتوني. نقطه نقطه دقيقه دقيقه، صار موقف قبل انت عارف انه شو علي صادق. انت عارف دقيقه، سلطان سلطان سلطان، انت عارف انه وش الموضوع كله وشو. بس هيك احنا قلنا لا نبغى موضوعك. ما اول حاجه انت اللي قلت الفكره، مو احنا قلناها. انا ما قلت انا قبل، انا اللي قارن ادري وشو. ايه كويس، دخلت كشف الروم على اني بشارك بوضح النقطه. ايه وصح اني غلط في كلام يقول حركه اسمه عندي حاجه ما هي برجال. ما في احد يحدد، ما في احد. شوف مع كامل احترامي لك وانت رجل، ما في انا ما اجي هنا عشان احد يحدد رجولتي. لا ولا لا ناصر ولا غير ولا جينا هنا نسوي الصح ونعتذر عليه. احنا قاعدين نعيش لا بس ثاني حاجه، ثاني حاجه عشنا وضعيتنا نعتذر عليها. سلطان اوضح حاجه، اصلا الفكره اللي ناصر ما قالها اللي قبل اجتماعنا، قالها في الاجتماع ثم تراجع عنها. اي ثم تراجع عنها، يعني ما قالها اللي قبل الحالي عشان انا اخذها، قالها في الاجتماع ثم تراجع عنها. احنا قلنا لا بنمزح معاه وايش وبناخذها على نمزح، مجرد مزح. عوافي عوافي جاوا البشر. لا اخذ المقطع حاله. يا سلام دقيقه دقيقه، يا سلام يا رجال دليل ابو عز ابو عز ابو عز. في المشكله ما ايش هم دروا نحن صارت مشكله بين كلمه ترى انا زعلان منك في نقطه معينه. مساكين والله، مساكين والله العظيم، مهما حول ينسون يركبون لا بعد يجيك قول اقدح من راسي افعل ما يحلولك ولا رجال. اني اقول لك الجمهور على رجال، الجمهور ما درى عنك الجمهور. اكبر عوضي دليل عوضي على انهم ضعيفين المحتوى وهذا دخلوا في نوايا انا وحسن دقيقه. يقول ليش ما هم عجبتهم المسيء؟ وش ترى كان قاعد يتذمم من النوايا، ذمم نوايا ايش كنت تخوف فيه؟ انا تعبان ما لعبت، انا تعبان اصلا حديثنا عنهم انا خسر. بيض الله وجهك، شكرا ابو معيض، شكرا. انا وتعبان ها ابو واحد ترى تعبان، ما في مساله فلان انه لا عشان نسخه فلانيه احنا ضد النسخه فلان. لا ما لها علاقه نهائيا. انا شيء عجبني وما اسويه. احترامهم النسخه اللي قبلها واللي قبلها كلهم عيال، لهم كامل احترامهم. احنا والله ما هم قايلين ليش تقولون ذي الشيله. لا دخول عبد القادر، عبد القادر على العين والراس، ممكن عشان دخول عبد القادر شغله هالشيله. يعني تخيل داخل عبد القادر على شيله حياتك اثنين. والله العظيم تونا بادين اصلا، تونا بادين ما ادري تونا بادين ايش اصلا، تونا بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك دخوله طبيعي انه يكون على شيلتهم، اكيد ممكن انه يكون من المفترض انه يدخل بدون، ولكن احتراما وتقديرا لمكانه اتمنى يمثل نسختهم، نسختهم يدخل فيها حقه حقه. ولكن تخيل احنا نقول ليش ليه فلان اساسا، والله ما ليه يا سلطان، ليه يا مالك اسكت، والله ما دقيقة خبرك. ليه يا مالكي ما قمت تلعب هالشيلة؟ ليه؟ لأن ما تابعت مصر وادي عنها، والله العظيم ما دريت عنها الشلة ذي، ما أدري عنها. هو دخل فيني تقول أنت وليه؟ ليه؟ تقول كذا تقرب تظافيرك وجالس لا والله صفك يا سلطان، والله صفقنا تعزيز أخوي ها؟ شافني والله صفقنا شافوك أنت كذا صفقت وقعت في قص المقطع. هم لو بغوا يدورون فيك عذروب لقوه، والله لو يقوم في عذروب ها لو بغوا يدور بيحصلون. ما حد بكامل الا الله سبحانه. يا رجال بس سلطان، بس هذا المستقبل ان شاء الله في البروفايل تشوفه متناقض بعدين. والله ذكري ايش متناقض كيف مدور؟ لا والله ان شاء الله نشوفك عملاق من عمالقه حبيبي. والله سلطان ولا تضايقون ولا شيء، خلهم يقولون اللي يقولون. مين تضايق اصلا؟ لا
يعني لا تسوون انفسكم، لا تسوون انفسكم. لحظة احنا طولنا السالفة هي ما تستاهل. اي والله تسوون انفسكم. شوف غير عطنا قصيدة. انا اشهد. عطنا قصيدة. هذا شعر اللي ما سمعت قصيدة. هذا شعر. انا اهنيك على الكلمة. انا اهنيك على الكلمة من نزلت قبل. ابغى قصيدة طال عمرك اذا سمعتها ما انساها. ابغى اجسدك الموقف هذا ببيتين. يقول بهذا الوقت فيه مخالف العربان. عربان. مخالف. العربان. بهذا الوقت. فيه مخالف العربان عربان يشيع بصيته اللي كان بمكانه كان وهو لو تملك الشب كان بهرب عضان يسرح حواليه ويب هضانه هذا اضيف بيت ثاني وانا مع مير الوصف بعض احيان يطابق منهم بالمجتمع خانه صح صح عشان هذه من ابيات طال عمرك عندك اللي قلت لي بس غير ما في شيء هذه طال عمرك طرت لي على تو بعد التركي حبيبي حبيب قلبي يقول يا عيني لا تبكين وعيونك المنظم ما فهمت شيء ترى يا عيني جراح جفوني يا خوي يا ابوي وامي حبهم في الشرايين يعني مهام ما وزعته ها ما وزعت مهام حبهم في الشرايين ما كلمني ولا قال لي شيء من ضيقات الصدر غنى والهم منا ومنا يا ناقش الكف حنا شف رابح والف مظلام الله يصيب المحبة بالله عطر الاسم ده بالبدء شيء بالتكوين مثل الزهري يقول يقول الله العظيم اشغل يقول الاسم اشغل هذه قصيده للشاعر سعود العواجي الله يمسيه بالخير نعم يقول الحب فاحيانا حكي حكي الحب فاحيانا حكي حكي واحيانا فرط من الوفا وفا ما يصبح العاشق ذكي الا اذا حب بغبا اخوي هذا ما يصبح الشاعر ذكي الا اذا حب ما يصبح العاشق ذكي عاشق ذكي يعيدها الحب اللي يقول الحب فاحيانا حكي حكي واحيانا فرط من الوفا وفا ما يصبح العاشق ذكي الا اذا حب بغبا الله اكبر انا اشهد بعض المواقف تجبر الشخص انه يكون غبي علشان يظهر الشخصيه اللي قدامه ويفهم يقول لك في حاجه مهمه عندما يعني اذا تبغى تعرف صديقك من هو يعني صديقك من هو قط عليه يعني ارم عليه شيء قوي في البدايه والله ارم عليه شيء قوي يعني قل له مثلا يعني سفل في البدايه صدقتي ان خذاها في جنبه فاعرف انه هذيب ومطلق وما اخذها في جنبه ورد عليك فاحذر انا اخبر حط خط قدام انا اخبر ذاك يوم واحد ساعدني قال كيف تعرف خويا قلت يعني خاطري يعني خويا اكتب لا يا خلت في بعضهم يا بنات صدق ما اعرف يعني انا عارف انا لازم اطلع برايم هذا لازم برايم تكون كرتموس يقول البرايم نعمه والله والله نعمه والله نعمه برايم يا تركي الموسى تفضل يا سلطان الحين في شيء؟ لا اسكت تفضل الحين زي ما تبغى تعرف خويك منو صح خويك الصح تبغى تعرف منه يعني اذا الحين مو هو بخويك اللي قديم لا خوي توك تعرفت عليه قط عليه حمل ثقيل فرم عليه حمل ثقيل ان شاء الله فعز الله ان عز الخلق اي انا اسبك كلمه ان شاء الله وما شاء الله خذها براسك فديور ورجع والله ديور في بعض والمواقف تحكم يا سلطان في كل الاحيان يعني المواقف احيانا ايش تنغر بشخص معين بس ايش لا بقول حيبه قاعده معروفه صلى النبي لا ترى كلام كله على راسي ما اقول لك في شيء أجل بعطيك حمل من بعد البرنامج وتشيه ولا لا لكن بيصير تصريح ناري أنا وفهد طبعاً نكتب قصيدة أنا بكتب قصيدة أنا بلقيها نيابة عنه لأنه في اللقاء ماشي كان ليش في اللقاء ماشي أنا كل أجمل جاب ماشي أنت أنا قلت ماشي قلت ماشي أنا صلى على النبي أنا كنت مجهز مع عمل لكن تلغي المالكية ولكن والله أني أتكلم جد أكون معك واقعي واقعي شفاف من يومني في الفندق كل اخوي على 24 الله لا يحييكم الا سمعت انا مجهز الفندق معي الشبي وبندقله معك طبعا وكلمتك ذاك اليوم خلاص الفندق اذا كلمتك قلت لك سيده جاهزه قلت لي انت باقي صح قلت لك ابشر كل قلت لك لك بس باقي شوي مخبر لا والله قلت لك ابشر عني انت قلت لي باقي شوي في شيء طلبت مني صليت على النبي صلت شرب انت على خشمي تصريح ناري ثالث فهد المالك ايش يعني حركته انا ايش يا حبيبي هذا على اساس هذا مما شرفني على اساس انه ميت على انك تشيله له مالك صراحه انا بيني بينه هذا فتان لا ماني فتان هذا من الذات لكن هو ايش قال؟ قال اني كلمتك بعدين سحبت لا سلطان كلمني قلت ابشر بعزك وبس قلت بس ما قلت لك انت جهزت لا
والله العظيم فندي ليه عندك قصائد جاهزه يعني؟ ما ادري يعني والله اني ما ادري لكن قلت لي لا لا والله مو مني اتحداك والله ما عمري الشبي ابد والله ما قد قلت لشخص ما عمري قلت لشخص اصبر علي شوي ورب الكعبه لا انت قلت ما قد جهزت من عندك لا لا وانت لابس لكن والله من عمان سلطان انت كنت تفضح بالعنا والله ما قد قلت لك الكلام ذا يوم انت لابس سلطان يوم انك تمشي بالصاله في الفندق ايش كنت ايش ترى بعض العلوم بعض العلوم من اخوك ما تطرى في في المجالس المفتوحه هذه لا لا سلطان يا مو الطيب على الطيب مو ما تسوي كم عمره بالله سلطان لا تصرح تصريح هذا خاص فيه تصريح خاص لان لو صرح سلطان بيصرح بيشتكيك شحمه يعني بيشتكيك يعني بيصرح بعمري عمرك انت طيب ايش فيك انت حسست العمر انا عمري يتراوح بين 23 و 19 عام يا سلام مولد كم انا اقول لك صراحه اذا حمد كم اجابه من مورد التريلات لا لا صدق كم مولد مسوي ذكي ذا ذا بس والله انا اكبر منك والله مسوي ذكي مولد كم انت بس اكلمك انا قلت انا سلطان 12 ذا ترى تحداك نعم ايش كلامك ذاك اليوم لنا لا 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 فهد مالك انا اخبر انها ما هو بعض بس ايه ايه انا انت تدري كم مواليد انت مواليد 14 كلامك قلت جلسنا نتصارع نسولف عن بعضنا وش نشتغل يا مواليد الترينات عشان اقولها لا والله انا مواليد كذا مالك صلاح لا لا يعني بستذكي عليك يعني لا لا انا ما استذكي على احد نهائيا هو مسوي لنا بطه البتات البت عبد الرحمن كم اعطاك من نسبه؟ اعطاك خلاص اتفقنا كلنا على ان احنا بناخذ اضعف ناس فينا ويختار النسبه ادري يا اخي اعطيكم 25 25 20 الظاهر 20 او 25 وين هو؟ عبد الرحمن 14 جلسه ذاك اليوم نسولف اتق الله خليني اقول لك كذا خليني اقول لك كذا اتق الله لم تصدق في ذلك لم تصدق والله لم تصدق في ذلك انا ما ودي اني اقول لك زي ما قال محمد منصور منافق وما ودي اقول لك كذاب عشان بشتكيك ترى بشتكيك لو قلت كذاب اروح الاداره بقول لازم نطلع اعمار المتسابق لا لا انت معقب علينا ولا ايش؟ انا قلت لا بس يعني هذه العمر ترى ما هو بعيب انا قلت لم تصدق ترى مو بعيب لو قلت عمرك ليش ترى العمر وانا اخوك اسمعني يا سلطان العمر ترى ما لها علاقه ترى دوري جاي بس يلا تفضل خلص كم رقمك؟ 15 سبحان الله نفس طريق بلادك الله اكبر الله يعين يسك نصاب كذب كذب من الجنود ولو صدقوا انا اتوقع يعني شاف كذا والله الرقم هو رقمي 15 نفس بلادك يعني ما ظلموك الله ظلموني ب 20 لا ما بعمر 20 انت عمرك 20؟ اقول ما ظلموني هم مظلموني ظلموني هم انا ترى مملك اخذت 30 املك خلاص متزوج يعني يعتبر متزوج العيال طلعوا في اشاعات زي الحلاوه يلا شوف يعني نبي نطلع اشاعه على واحد من العيال بس نبغى واحد صدره وسيع صدره شمالي ما يزعل اختاروا لنا اسم بس كل الشباب نمشي على حبيبي عالمك راح توشق فرق البين رايح حسبي الله على اللي حدك الغير يقول لك في اثنين اليوم يا ابن انت اليوم مفطر معهم ها مفطر اليوم معهم لا والله ما افطرت ولا قمت الصباح اصلا اكذب عليك سود الله وجه عدوهم يعني تخيل اقعد صاحي لين صلاه الفجر واصلي الفجر لا وقعد صاحي لين الظهر وقعد صاحي لين الفجر انا لوني اله الله لا داري في فطور لا قوم افطر مع الريجي اخوي ما حد قال في فطور لا اسكتوا على الموضوع انا جاي ريان قال لي لا جايبين فطور لكم يا هو لا لا اي والله ومن اللي يفطر الشيبان ولا الشباب؟ العيال هنا جعلها بالعافيه لكن يا اخي بلغوا حكم الله 77 قبحه ساير هو اللي ماكل ذا كله ها؟ موضوع ساير هو منسق لا يا مفطرت الصباح ما تعلمنا يا رجال اوريك انا ايها الدبدوب اكس 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 لارج اوريك انا حسب اي مصطلح اكس اكس لايت لارج يا لا يا اخوي ما في ديسكاونت
ديسكاونت. سؤال، انت درست جامعه ولا كليه؟ كم لك؟ تخرج الدب والقرد. اسمع.